الانصار عنده اكيد زامبيا جاب بدون محترفين اللي انت المنتخب الزامبي اكيد لا اكثر لاعبين هم يلعبون بالاحتراف بالدوري الفرنسي بالدوري الانجليزي. احنا المباراه هي كانت بروفا ممكن انه وكانت مباراه معنويه اكثر من هي فنيه. انا اعتقد اكو متغيرات راح تحصل خلال مباراه الامارات. انا اعتقد يعني انت مو من الـ نقول الخبره انه المدرب يكشف اوراقه في مباراه زامبيا اللي هي تعتبر مباراه تجريبيه، لكن هو المدرب ماذا اراد من المباراه؟ هو سجل بعض الملاحظات اللي ظهرت بالمباراه واكيد راح يستغلها بالشكل الايجابي في مباراه الامارات. زين، يعني ما معناه انه المنتخب الوطني سيلعب باسماء مغايره ربما امام. شوف الان غياب سعد ناطق صحيح اربك التشكيل واستدعاء رسلان حنون، اعتقد في المباراه امام زامبيا كانت خيارات المدرب متغيره وطريقه لعبه انه يلعب بثلاثه في العمق وعلى الاطراف، لذلك تشوف انه الثلاثي اللي سيكون في عمق الدفاع مغاير لما كان مع زامبيا. عندك بالارتكاز غياب امجد عطوان عن المباراه، غياب سعد عبد الامير عن المباراه ودخوله في الشوط الثاني، وجود جيستن، وجود اللاعبين المغتربين. اعتقد اليوم بكره التمرين راح تكون التشكيله الاساسيه اللي راح تخوض المباراه ويعتمد عليها في تمرين غد والتمرين ما قبل المباراه. تغييرات